ها البلا ديالنا دابا من بعد ما وجدت تحمرت، انتما تتشوفوا غندير عليها هاد شويه ديال المعدنوس من الفوق. هكا نتمنى تجربوها بصحه وراحه. السلام عليكم، كي دايرين؟ كي بقيتوا؟ هاد النهار جبت لكم وصفه ديال لي لازان بالدنجال، ما غيكونش فيها لي بات كاع، غيكون فيها غير الدنجال، هما اللي غادي ياخذوا البلاصه ديال لي بات اللي تنسميهم لي لازان. غنشعل البوطه دابا، غندير باش نقليهم هنايا ربعة المعالق ديال الزيت كبار، هانتوما كما تشوفوا غادي ندير هنايا معلقة زيت الوليمة، جوج معلقة زيت الرومي، غادي ندير هاد البصلة طيب تشحر هنا، غنخليو هادي تتشحر، نغطيها البصلة على ما تشحر، غنقدم لكم المقادير دابا. أنا زربت بغي باش منتعطلش الوصفة. عندي هنايا جوج ديال الدنجالات لي منقين كتتشوفهم، حيدالهم القشرة، قشراهم ومقطعاهم هكا رقاق على الطوق ديالهم. عندي هنايا دنجالة وحدة كبيرة، وحدة لي تاهي منقياها ومقطعاها كمربعات صغار. عندي هنايا جوج ديال مطيشات منقيين ومقطعين، عندي جوج المعالق كبار ديال مطيشة كونسونطخي لي خلطتها بشوية دالما باش تطلق، معلقة ديال الحامض عصير الحامض، جوج معالق كبار ديال المعدنوس، راس المعلقة ديال الإبزار، معلقة سكينجبير، معلقة الخرقوم، جوج ورقات ديال سيدنا موسى، وشوية ديال السودانية، هادي حسب الإختيار، إلا متتبغيوش الحر متستعملوش السودانية، تستغناو عليها. عندي هنايا 430 غرام د الكفتة، وجوج فصوص ديال التومة، والبصلة درت جوج بصلات. يا ما تتقلل البصلة تيكونو كبار، هادو المقادير ديال خمسة ستة الناس، نتوما على حسب الأفراد اللي عندكم غادي تزيدو. هانتوما هنايا كما كتشوفو غادي ندير هاد الدنجال هذا هكا، هنايا الفقلة، هانتوما كيفما شفتو درت هنايا في المقلة الفقلة، كلو نقليوه هكا. نخليو البصلة تشحر عاد باش نكملو المقادير. هاهما دوتا في الطابور، نجل تقلى،
تنقليوه كله هكا هكا. البصله هي اللي تقلات لي، غنزيد عليها هاد الثومه، جوج دروس ديال الثومه. البنجال فين ما تخوي المقله، حيت البنجال تيشرب شويه الزيت، ما تكثروش بزاف في الاول، غير منين قبل ما ديروا تقليو الاول وديروا الثاني زيدوا شويه ديال الزيت. غندير دابا هاد المطيشه اللي حتى هي مقشره مقطعه، نخليهم دابا تيطيبو هكا تيتشحرو شويه، وعاد غادي نزيد عليهم البنجال يتشحر معاهم في خطره. ها هما دابا هكا تيتشحرو داك البصله والمطيشه والبنجال. هيا دابا غنشوفو هاو تشحر كلشي، غنحاولو نجمعو غير هكا شوية الجند معلقة ديال الزيت في نفس المقلة، منحتاجش مقلة وحداخرا. وغادي ندير هاد الكفتة، غير هي داك الخضرة جنبتها شوية. غندير هاد الماء بنص هاد الكفته، غنخلي جهد معلقه ما كايناش، وغندير العطريه حتى هي، ونحركوها حتى تطلق من الكفته ما تبقاش. هانتوما كما تتشوفوا جنبت الخضره هنا شويه، وهنايا تنصوب الكفته غير لما نطلقها ونخلطها. عندي هي بدات تتسلط، ما حداها تطيب وما حدنا حنا تنحركوها، تنفوها بحال هكا باش تتسلق باش ما تتقلش مكورة، حيت حنا محتاجينهاش مكورة، خليها تكون مطلوقة. نخليوها هكا طيب واحد شوية، هانتوما كيما شتو بدات تطلق، ها تطلق لنا الكفتة. حتى هنايا طلقت هنايا وحده والخضره، غنخلطهم دابا مجموعين.
وهنايا اللي بطبيعة الحال اللي تايبغي اللي بغى يزيد كمر ديال الخضراء اولا ولا ديال البقري اللي بغى يزيدو، انا ما درتوش حيت ماشي ضروري. الخضره اللي فيها كافيه ها. غادي نزيد ندير هاد الوريقات ديال سيدنا موسى، غندير هاد معلقه الحامض وغنخوي عليها هاد لاصوص ديال مطيشه. نديرها بحال هكا تنطفي عليها، تنقص عليها البوطه نقصها قليله نخليها، وتنخليها تطيب على خاطرها هكا، حيت واخا تندخلها للحرارة راه كلشي تيكون طايب ما تتعطمناش بزاف، يعني وكلا سريعة هانتوما كيف ما شفتو ما تتعطلش معنا وقت كتير، تتصلح للغدا كيما العشاء. دابا غنغطيها ونخليها طيب. هما نبينها لكم، خليها تطيب على خاطرها، هيا بديت تتقلى من بعد ما درت فيها كلشي، درتها من بعد تتقلى. وما ننساوش الملحه، نسيت الملحه، ما ننساوش نديرو فيها معلقه وافيه ديال الملحه، ولكن في نفس الوقت ديروا ومن ذوقوا عادي، الا بانت لكم ناقصه تزيدوا من الاحسن، حيت الملحه تتختلف ماركه لماركه، كاين تجي باش ما تجيناش مالحه من الاحسن ديرو قياسنا. غنخليوها تتقلى دابا ونرجع. ها هي دابا من بعد ما تقلات معنا داك العماره، هانتوما كيف ما تتشوفوا تجي مقليه كلشي طايب مع العصير كلها من جنس مع بعضياتها. عندي هنايا 60 غرام ديال الفرماج، وتيبقى على حسب الا ما تبغيوش ما بلا ما ديروه. انا دابا غادي ناخذ هاد، ما غنديرش الزيت هنا لحقاش هو راه مقلي بالزيت، نستفوهم بحال هكا. نحاول نقادوهم باش يجيو شادين بحال تنديرو لي باط. هكا هكا ها من بعد هانتوما كيف ما تشوفوا، حاولت نستفهم هكا، وما ننساوش نديروا رشيشه ديال الملحه خفيفه، حيت انا ما درت لهمش الملحه في الاول باش ما يطلقوليش الماء. نجر غير رشيشه هكا ندير فيهم هاد العمارة. تقدروا ديروها تكثروا الدنجال وديروها على جوج ديال الطابق وديروا تبقى الاولى، ما تنساوش تزولوا هاد الوريقات باش ما يجيوش فشي واحد، وديروا تبقى الاولى ديال الدنجال وتبقى ديال العمارة، وتزيدوا عاوتاني تبقى ديال الدنجال فوق منها طبقه ديال العماره، وتقدروا ديروا كيف ما درت انا هكا، طبقه الدنجال والعماره في الوسط وفوق منها الدنجال نيشان. هما درته كله فوق منه واحد رشيشه ديال المعدنوس بحال هكا،
شي جهه دير مذاق المعدنوس مزيان. غنزيد هذا هكا، نبقاو ماشيين معاه هكا حتى تنكملوهم. هكا تجي هانتوما كيفما تتشوفو، تجي مغطيها مزيان، تنزيدو فوق منو رشيشة الفرماج. الفرماج يبقى على حسب الذوق، تقدرو تكترو أولا تنقصو. تزيدي ديرو في شكلو هانتوما كيما تشوفوا الفوق، انا ما رشيتش الملح كاع لحقاش الفرماج مالح تي باش ما يجيش عاوتاني مالح اكثر من القياس، خصنا ننتبهوا بلي الفرماج تيكون مالح حتى هو بزاف. هكا غادي نديرو في الفران، ما غاديش يحتاج نغلفو ولا شي حاجه، غنديرو هكا غير باش يتحمر وصافي. نتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكون سهله ومبسطه ومفهومه. ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.